السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك يا لطفي، انت وزمايلك يا رب. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا اليوم على بركة الله. بنفتكر مع بعض، ابتدينا كلامنا عن موضوع الماتيرنال نيوتريشن او النيوتريشن في فترة البريجنانسي اند لاكتيشن. اتكلمنا فيه عن التالي، بداية اتكلمنا عن انه البريجننت وومن واللاكتيتنج وومن كذلك لازم تلتزم بالنيوتريشنال او يكون النيوتريشنال ستيتس ليها بالشكل السليم بالتركيز من خلال التركيز على بعض العناصر. ده طبعا مش لتلبية الاحتياجات هي فقط، بل هي والامبروي على حد سواء. طيب أثناء استعراضنا للنيوتريشنال ريجيم السليم أو الصحي والمتوازن للبريجننت أند لاكتيتنج وومن، ركزنا على النقاط التالية. بداية اتكلمنا عن حاجة المرأة الحامل لزيادة السعرات الحرارية، إنرجي نيدز ليها بتزيد، فده يتطلب زيادة السعرات الحرارية بقدر حوالي 300 سعر حراري إضافي يوميا، إضافي عن المعتاد بالنسبة لها وعلى المعتاد بالنسبة لها. بس إمتى يتم إضافتهم؟ خلال السكند والثيرد تريمستر. إيه سبب زيادة الانرجي للبريجننت وومن؟ سببين مهمين عندي، أولهم إن الميتابوليزم أو ميتابوليك ريت بيزيد. ما دام الميتابوليك ريت بيزيد، فبالتالي ما دام معدل الحرق بيزيد فده يتطلب طاقه، لان عمليه الميتابوليزم لوحديها لازم لها انرجي، فهي كمان الريت هيزيد فهيبقى فيه زياده على الطاقه. دي نمبر 1. نمبر 2 انه السبب الثاني، علشان السبب الثاني زياده السعرات الحراريه من الاطعمه اللي بتزود الجسم بهذه الطاقه اللي هي الانرجي فود، ده تو سبير البروتين لتوفير البروتين لوظيفته الاساسيه اللي هي التيشو بيلدينج. في الحاله دي بالنسبه للبريجننت وومن التيشو بيلدينج ريكويرمنت ليها للمراه نفسها وللامبروي اللي بيتكون. طيب زي ما احنا اتفقنا معدل الزياده هيكون برينج من 15 ل 20% من كم السعرات الحراريه اليوميه المعتاده لتلك المراه. كانت من قبل بتاخد 2000 سعر المناسب ليها، هنضيف عليهم 300، هيبقى فترة الحمل 300 سعر إضافة. مش ال 2000 هيبقوا 4000، لا ال 2000 هيزيد عليهم 300. بس أنا عندي بعض الفئات قد يكون الزيادة ليهم أزيد من كده أو أكتر من كده عن ال 300، والزيادة تبدأ معاهم من بداية الحمل. اللي هم مين؟ اللي هم اللي على مستوى الأكتيفيتي هم مور أكتيف، السيدات اللي نشاطهم البدني أو الحركي أزيد من غيرهم. كمان السيدات اللي عندهم أصلا مشاكل تحت مسمى نيوتريشنال ديفيشنسي، أو السيدات اللي الحوامل وهم أصلا في مرحلة المراهقة. هذه الفئات بتتطلب التركيز على كم السعرات الحرارية المضافة أو الإضافية يكون أزيد، بلس ان الزياده دي تبدا من اول الحمل. وبعدين انتقلنا لكلامنا عن العنصر الثاني اللي عليه ستريس في فتره البريجنسي تحديدا، اللي هو البروتين نيدز. ليه هذا العنصر عليه ستريس؟ لاسباب مختلفه او لعده اسباب، منها انه في رابيد جروث للبيبي، في بيبي بيتكون وبعد كده حجمه بيزيد على مدار المده المتبقيه من الحمل، بلس ان في تكوين للبلاسينتا المشيمه، بلس ان الماتيرنال تيشو نفسها من حيث حجم البريست واليوترس بيزيد، بالاضافه لكم البلاد فوليوم بيزيد من 20 ل 50%، يزيد عن الطبيعي من 20% ل 50% عشان يلبي حاجه الامبراي، بالاضافه للامينوتيك فلويد السائل الامينوسي اللي بيحيط بالجنين ويحميه من اي تروما، بالاضافه لاخر مبرر عندي انه الزياده من البروتين هتخزن على شكل دهون، هتبقى اللي هي تحت مسمى الكتله الدهنيه او الانسجه الدهنيه اللي هي الاديبوس تيشو، اللي هي بتنفع المراه الحامل اثناء المراحل المختلفه من الليبر، لانه في النهايه بتحتاج طاقه ازيد، فبالتالي هذه الخلايا والانسجه الدهنيه لما بتتحرق بتزودها بالطاقه
المطلوبة في المرحلة دي ومرحلة ما بعد الولادة مباشرة. قد إيه زيادة البروتين؟ بنضيف 10 جرام، بنضيف 10 جرام على الكم المعتاد للمرأة ما قبل الحمل. يعني ما كانت ما قبل الحمل مثلا في حاجة ل 50 جرام، وإحنا اتفقنا قبل كده إن البروتين بيتحسب 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص. يعني لو وزن المرأة 50 فكانت بتاخد 40 جرام، هنضيف عليهم 10. لو كانت بتاخد 50 طبقا لوزنها 50 جرام من البروتين فهنضيف عليهم 10، هيبقى 60. المهم إضافة 10 جرام. طبعا البروتين هنا وتلبية الحاجة من البروتين بهذا القدر بيبقى من مصادر مختلفة، أهمها من الأنيمال سورس، سواء كان من الحليب بمشتقاته واللحوم. البروتين اللي من مصدر حيواني لأنه بيتمتع بأن هو أو بيتسم لأنه هاي بيولوجيك فاليو، قيمة البيولوجية والحيوية أعلى، بالإضافة طبعا للبروتين من مصدر نباتي الحبوب والبقوليات لآخره. طبعا اي طعام او اي مصدر للبروتين من الاطعمه اللي قلنا عليها دلوقتي هو مش بيزود المراه الحامل فقط بالبروتين، لا بيزودها بعناصر مايكرونيوترينت اخرى اللي منها الفيتامينز والمينرالز. وبعدين لما انتقلنا للعنصر الاخر اللي هيبقى عليه ستريس الفتره دي من الفيتامينز تحديدا والمينرالز، اتكلمنا عن الكالسيوم. الكالسيوم كميجر مينرال بالتعاون مع الفوسفورس هو مسؤول عن صحه العظام للمرأة وأيضا للطفل في أو الجنين في فترة الحمل. طبعا الكالسيوم يستمد من مصادر مختلفة من الغذاء، سواء كان من الحليب تحديدا مشتقاته أو من الخضروات الورقية الخضراء أو من الحبوب أو من البيض. طبعا بعض السيدات اللي هم ما فيش فواصل كافيه من كل حمل والتاني او حامل في اكتر من توينز، هنا في الحاله دي او اللي عندهم هيستوري بور ماتيرنال ستورز، عندهم نقص في او ضعف في المخزون من الكالسيوم، الاشخاص دي او السيدات دول بحاجه لكالسيوم سبلمنتيشن من البدايه. العناصر الاخرى اللي عليها ستريس ايضا من الميجر مينرالز اللي هو الايرون والايوجين. الايرون الحديد زي ما اتفقنا هو وظيفته بيلدنج، بيساعد على تكوين الهيموجلوبين اللي هو اكسجين كارير المكون اللي موجود في الريد بلاد سيلز. طبعا كميه البلاد بتزيد علشان تواكب احتياج الام واحتياج الامبروي اللي بيصل لي البلاد اللي بيصل للامبروي من خلال البلاسينتا او البلاد فيزلز اللي موجوده في البلاسينتا، فبالتالي لازم الايرون الاهتمام بيه عشان يساعد في تكوين الهيموجلوبين اللي داخل او اللي موجود في كرات الدم الحمراء. بالاضافه ان عندي عمليات الميتابوليزم الريت فيها بيزيد، فده بيتطلب الاستريس على عنصر الايودين لانه اليود بطبيعته بيقوم بوظيفه تحفيزيه او تشجيعيه للغده الدرقيه على انها تفرز هرموناتها، هرمونات الغده الدرقيه هي اللي بتنظم لنا عمليات الحمل. من الفيتامين، فيتامين اي والسي اللي وظيفتهم بناء اللي منهم بيساعدوا، او فيتامين بي طبعا، فيتامين بي او سلسله فيتامين بي باعتبارها كو انزيم او ليها دور حيوي على انها مساعد انزيم بيحفز في انتاج الطاقه وايضا عمليات الميتابوليزم. طبعا فوليك اسيد او الفيتامين بي 9 مهم جدا في فتره البري كونسبشن، التخطيط للحمل ما قبل الحمل شهرين ثلاثه وفي اول الفيرست تريمستر من اول ثلاث شهور من الحمل، لان دي فتره تكوين البيبي، تخوفا او وقايه من ان يحصل او تجنبا لحدوث الكونجينيتال انوميليس اللي هي العيوب او التشوهات الخلقيه. فبالتالي الاهتمام بهذا العنصر الفوليت او الفوليك اسيد او فيتامين بي 9 في فتره التخطيط للحمل وبدايه اول ثلاث شهور. اتفقنا على انه الفود بلان تبقى شكلها ايه او الديلي فود بلان شكلها ايه، مهم جدا للبريجننت وومن ان هي تنظم عدد وجباتها بين كل وجبه والاخرى سناك وتقلل من كميه الوجبه. يعني لو كانت معتاده من قبل الحمل انها بتاخد 3 وجبات هيبقوا 6 بمقابل ان هي بتضاعف العدد لكن بتقلل الكميه. عدم اغفال او اهمال اي وجبه بالاخص وجبه الفطور. الاهتمام بزياده السعرات الحراريه اللي احنا قلنا عليها 300 سعر في الظروف العاديه اللي هو بدءا من السكند تريمستر اللي هو بدءا من الثلاث شهور او الشهر الرابع تحديدا لنهايه الحمل. طبعا مع سبيسيفيك كونسلنج للسيدات اللي هي بتتعاطى او بتشرب كحوليات او بتدخن بشكل مكثف، كل
كل هذه السلوكيات يجب تجنبها، أو تشرب منبهات كتير أو مشروبات فيها كافيين كتير، كل ده المفروض إن هي تتجنبه أو تقلل منه بقدر الإمكان. اتفقنا على تقسيمة الوجبات. البرنسبلز الأساسية للنظام الغذائي للمرأة الحامل إن هي تاخد الكم الكافي، تقسم الوجبات على عدد بدل 3 يبقى 6 بس تقلل الكم، تجنب أي إغفال أو إهمال لوجبة، بالأخص إنها تعمل سكيب لأي وجبة بأخص وجبة الفطور. دخلنا بقى في المشكلات اللي بتتعرض لها المرأة الحامل بالأخص في بداية الحمل اللي هي النوزيا والفوميتنج، وقلنا إيه سببها، اللي هي عادة مرتبطة بالهرمونال تشينجز، التغيرات اللي بتحصل في الهرمونات في بداية الحمل، ولسه ما بيكونش المرأة أدابتد على التغير اللي بيحصل، فبيبقى عندها نوزيا وبتبقى في ميل، في غثيان وميل للكويت. من خلال الإرشادات اللي إحنا بنزودها بيها عن النظام الغذائي إن هي تاخد بالها أو تهتم بشرب السوائل في بالأخص في بداية اليوم، لو أخذت الصبح مع وجبة الفطور أو وجبة خفيفة بسيطة فيها المخبوزات اللي هي المقرمشات أو الموالح اللي هي فيها ملح أو قدر من الملح، ولكن بشكل معتدل، ده هيساعدها على تجاوز إحساسها أو تجنب الإحساس بالغثيان. الكونستبيشن اللي هي المشكلة اللي بتحصل نتيجة إن حجم اليوترس بيكبر عشان يستوعب البيبي بالامينوتيك فلويد بالكونتنت اللي موجوده فيه البلاسينتا، فبالتالي بيضغط هنا على الاستومك وبيضغط وبيأثر على البريستالسيس موفمنت، الحركه الدوديه اللي هي بتسهل عمليه الديفيكيشن، فبالتالي بتبقى عرضه البريجننت وومن لمشكله زي الكونستبيشن. المشكله دي لو فضلت مستمره معاها في الاطار الكرونيك هيؤدي للمزيد من الكومبليكيشن اللي هي الهيمورويدز البواسير. ازاي اذا نتجنب بقى الكونستبيشن؟ ان هي يبقى في اهتمام بالسوائل بشكل منتظم، شرب الميه او شرب العصائر الفريش اللي فيها شرب الفواكه اللي فيها الفايبرز او تناولها، تجنب الاكلات اللي بتساعد على الكونستبيشن زي البقوليات، بالاضافه للحركه مهم جدا. الهيمورويد زي ما احنا اتفقنا من الكومبليكيشن الناتجه عن الكرونيك كونستبيشن بتبقى مزعجه جدا، سواء كانت لاي شخص سواء كان، وتحديدا طبعا المراه الحامل بزياده، لانه ليها ديجري او ليها ستيجز. الستيجز المتاخره من الهيمورويد بيحصل فيها مع احساس بالبيرنينج في او مع حاله من عدم الارتياح في احساس بالبيرنينج، الحرقان والاتشنج، بلس ان بيكون في رابشر للبلاد فيزلز في المنطقه دي، فبالتالي بيؤدي لبليدنج. التعامل معاها اللي هو التعامل مع السبب لو هي ناتجه من كرونيك كونستبيشن فيجب تجنب تعرض المرأة للكونستبيشن والوقاية منها، بلس الراحة، بلس الاهتمام، القلق في حد ذاته بيزيد منها، القلق في حد ذاته بيوتر أو التوتر بيزيد من المشاكل المصاحبة أو الأعراض المصاحبة لتلك المشكلة. الهارت بيرن اللي هو حرقان الصدر زي ما بنقول باللغه العاميه، ان تشعر المراه بحرقان في صدرها ومنطقه في الشست، يعني الحرقان ده بيكون ناتج عن ايه؟ بيكون نفس القصه، ان مع تقدم الحمل كل مدى اليوترس عمال بيزيد في الحجم وعمال بيرتفع في مكانه او بيبعد عن مكانه، فده بيضغط على الدايفرام، بيضغط على الحجاب الحاجز، وبيبقى مشكله الهارت بيرن بتبقى ناتجه من واحد السبب اللي احنا قلنا عليه دلوقتي مع تقدم الحمل وحجم اليوترس وتغير مكانه مع الكونتنت اللي فيه بتزيد، يعني كل مدى الامبروي عمال بيكبر في الحجم، الامينوتيك فلويد السائل الامينوس اللي بيحب بيه عمال برضه شاغل حيز داخل اليوترس، كل ده الحمل بمحتوياته داخل اليوترس بيبقى عامل ضغط على منطقه الشست، بلس انه بعض العادات المفروض او من الارشادات اللي احنا بنزود بيها البريجننت وومن عشان تتبعها اثناء البريجننسي بالاخص في المراحل المتقدمه من البريجننسي، ان هي ما تاخدش وجبه دسمه مره واحده او وجبه كبيره مره واحده، تقسم وجباتها زي ما احنا اتفقنا لسمول ميلز، بالاضافه لللبس، اللبس يكون واسع، اللبس يكون فضفاض، ده هيساعد ان هو هيريحها من الاحساس ده كتير، بالاضافه ان هي ما تاخدش وجبات دسمة خاصة بالليل،
يعني على العشاء ما ينفعش تاخد وجبة فيها حاجات مقلية وأشياء مقلية بتزيد من الهارت بيرن، لأن في النهاية بتسبب نوع من الاريتيشن. إذا التعامل مع هذه المشكلة من خلال النظام الغذائي إنها تقسم وجباتها وكل وجبة تبقى كمية بسيطة، كمية بسيطة ده هيسهل عملية الهضم، مش هيخليها تشعر بالهارت بيرن لو أكلت وجبة دسمة أو وجبة كمها فيها كم كبير مرة واحدة. طيب يا جماعه، احنا قلنا ان في تغير في الوزن ده، او في ان المراه اثناء بريجنسي بتكسب وزن، ده طبيعي ان هي يبقى في ويت جين. يعني المراه في بدايه حملها لو سي داخله وزنها 60 كيلو، فطبيعي بنهايه الحمل هيبقى في زياده. بس ايه الزياده عشان نبقى احنا فاهمين؟ الزياده اللي هي عباره عن ايه؟ الزياده عباره عن ايه وتبقى قد ايه؟ او ناتجه من ايه وتبقى قد ايه؟ الزياده دي ناتجه من ايه؟ ان في عندي بيبي، في عندي امبروي بيتكون، وقت الولاده هيبقى وزنه من 2 كيلو ونص 3 كيلو ونص زي ما اتفقنا، هذا الرينج عشان يكون فول تيرم بيبي من حيث الوزن ومن حيث مده الحمل نفسها. في عندي الاميناتيك فلويد السائل اللي بيحيط بالطفل، في عندنا الكونتنت الاخرى زي البلاسينتا اللي هي بتغذي او بيتغذى من خلالها الطفل، في عندي اليوترس من حيث الحجم او اليوتراين تيشو بيزيد، البريست من حيث الحجم ايضا بيزيد تهيئه لعمليه اللاكتيشن. كل دي التغيرات اللي بتحصل او العمليات اللي بتحصل اللي بينتج عنها ان المراه بتكسب وزن زياده. طب لما نيجي نحسب كده بالورقه والقلم، عندي المفروض طبقا لكل هذه الامور اللي اتكلمنا فيها يبقى نسبه الزياده دي تبقى عندي من 11 ل 13 كيلو. يعني الرقم ده مش رقم حتمي، ولكن احنا بنقول في الرينج، يعني ممكن يبقى ال 11 تبقى 10، 13 تبقى ازيد شويه، لكن احنا في النهايه بنتكلم عن رينج، ده الافريج يعني. طيب يبقى ده الافرج عندي اللي هو من 10 او من 11 ل 13 كيلو، اللي هو لو دخل المراه الحمل 60 فهتبقى في نهايه الحمل او ساعه الولاده هنقدر نقول ان هي داخله في بدايه السبعينات، يعني 72 73 في الرينج ده كده. طيب الزياده دي بتكسبها المراه او بتكتسبها المراه مره واحده؟ لا طبعا، لا بيبقى على مدار مدة التسع شهور وبنسب متفاوتة. يعني إيه؟ يعني مثلا هقول أول ثلاث شهور، أول ثلاث شهور من الحمل زي ما احنا اتفقنا مسبقا مش المفروض إن الست بتزود أو المرأة بتزود أو بتضيف ال 300 سعر مرة واحدة، لا ده هي في حاجة لزيادة السعرات بدءا من الشهر الرابع، أنا بتكلم في الظروف الطبيعية. فإذا أول ثلاث شهور من المفترض إن المرأة مش هتكسب وزن زيادة، ولو كسبت هتبقى كيلو 2 كيلو من ال 13 كيلو اللي اتكلمنا عليهم كحد أقصى. طيب الكيلو بعد الكيلو او الاثنين كيلو اللي هتكتسبه من المرأة في فتره اول ثلاث شهور، بعد كده بقيه الزياده دي هتحصل ازاي؟ هتحصل من خلال ان هي كل اسبوع او معدل اسبوعي هيبقى نص كيلو زياده، يبقى نص كيلو زياده في وزنها اسبوعيا للمده المتبقيه من الحمل بدءا من الشهر الرابع لغايه الشهر التاسع. ده الوضع الطبيعي يا جماعه. اذا الوضع الطبيعي انا عندي رينج للويت جين، وعندنا ازاي توزيعه الايه الزياده دي، اول ثلاث شهور يا دوب كيلو او 2 كيلو، والفتره اللي باقيه ال 10 كيلو اللي باقيين مثلا هيبقى على عباره عن نص كيلو اسبوعيا. طيب احنا ليه بنقول الطبيعي؟ لان مش طبيعي ده علامه انذار لشيء معين او تحذير من شيء معين. الاني انيوجوال باترن اوف جين يعني ايه بقى؟ ان يبقى في نظام لي او يحصل ان المراه تكتسب وزن زياده مره واحده او بشكل غير معتاد. زي ايه؟ يبقى في سادن شارب انكريز، يعني في زياده حاده مره واحده مفاجاه. الزياده المفاجاه في الوزن عن الطبيعي بالاخص في فتره معينه من الحمل اللي هي نقدر نقول في منتصف الحمل تقريبا عند الشهر الخامس مثلا اللي هو بالاسبوع عند الاسبوع ال20 دي منتهى الخطوره. الزياده دي هنا اشاره لان في مشكله، ممكن يكون انديكيت لايه؟ ان انا في عندي ابنورمال لدى المراه، ابنورمال ووتر ريتنشن. abnormal water retention يعني في سوائل عماله تحتبس وتحتجز داخل جسمها، وجسمها كله منفخ وجسمها كله مورم. التنفيخه دي والورم اللي بيحصل ده نتيجه احتجاز او احتباس السوائل، ها لازم نعرف ايه السبب. ليه؟ لان ممكن يبقى هنا دلاله على ان المراه دي ممكن تدخل في تسمم حمل. فبالتالي لما يبقى في زياده مفاجاه، زياده حاده بشكل مفاجئ عن الطبيعي في فتره زي دي، دي اشاره او علامه انذار او جرس انذار ان احنا لازم نبقى عارفين ان في مشكله او داخله على مشكله.
لو بتعمل فولو اب تركز بقى عشان تعرف ايه السبب. الانسفيشنت العكس، ان ممكن يبقى فيه زياده ولكن مش زياده في الوزن لكن مش بالشكل الكافي. يعني احنا اتفقنا انه في معدل زياده معينه، والزياده دي بتحصل اسبوعيا ازاي. طيب لو جه عند فتره معينه اثناء السكند والثيرد تريمستر في انسفيشنت ويت جين، يعني المراه لا تكتسب الوزن بالشكل الكافي، ده دلاله على ايه؟ ده دلاله على انترايتراين، او هناك ريسك فور انترايتراين جروس ريتارديشن، ان في البيبي او الامبروي ده ما بيكبرش في الحجم او ما بيزيدش في الحجم بالشكل الطبيعي. طيب لما نيجي نتكلم على مينرال اخر، من واحد من الميجر مينرالز اللي هو الصوديوم، ماله بقى؟ المفروض يبقى شكله ايه في فتره البريجنانسي، او المراه تتناول منه قد ايه؟ جاست از ويز ريستراكشن اوف كالوري روتين، ريستراكشن اوف صوديوم ديورنج بريجنانسي از فيسيولوجيكالي انساوند. يعني علشان تستبعد المراه الحامل الصوديوم تماما من اكلها، ده شيء مش سليم، شيء مش صح. فايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل انه انا عندي فيه زي ما احنا اتفقنا في انكريز الفوليوم اوف ماتيرنال بلاد، يعني كميه البلاد بتزيد لدى المراه الحامل عشان تواكب احتياج الامبروي، بتزيد من نسبه 20 ل 50%، وده الوضع اللي بيحصل علشان كمان تواكب احتياج البيبي، وعمليات الميتابوليزم اللي الريت فيها عمال بيزيد في الفتره دي. ده بيتطلب ايه؟ ده بيتطلب الادكويت اماونت اوف صوديوم انتيك، ده بيتطلب الكم الكافي او الكم المتوسط من الصوديوم والبروتين، من الصوديوم والبروتين. طيب تاخد قد ايه عشان نقول adequate amount او moderate amount من الصوديوم؟ يبقى حوالي من 3 ل 6 جرام يوميا. طب هتلبي الكم ده ازاي؟ يعني هتقيسه ازاي؟ او تعرف ان هي ماشيه على او ملتزمه بالكم ده ازاي؟ ده من خلال الاكل اللي هو العادي، الملح اللي في ملح الطعام اللي بنحطه في الاكل العادي، اللي هو لا يبقى عادم تماما ولا زياده. وطبعا هنا لان الزياده، لا الزياده اكسترا يوز اوف سولت او سولت فري دايتس، او الاكل اللي فيه ملح زياده او عادم من الملح تماما، او ان المراه تاخد اي دايريتكس، ده بيمثل خطوره على عليها. في عندي ريسك فاكتور هاي ماذر او هاي ريسك ماذرز اند انفانت، في امهات او في سيدات بنقول كده بنصنفهم هم هاي ريسك. ليه هم هاي ريسك؟ لانه طبقا للنظام الغذائي بالنسبه لهم في عنده في خلل، الخلل ده هيكون شكله ايه؟ يا اما insufficient food intake، يا اما ان الام دي او المراه دي ما بتاخدش الكافي من الاكل، يا اما poor food selection، يا اما اختياراتها بتكون ضعيفه، يا اما poor food distribution throughout the day، يا اما توزيعاتها للوجبات على مدار اليوم مش مظبوطه. دي الانظمه اللي فيها خلل وتخلي الام بالشكل ده هي هاي ريسك. كمان في عندي امهات يا جماعه او سيدات حوامل، للاسف السيده الحامل دي هي طفله، يعني زي ما بنسمع كتير عن زواج الاطفال اللي هو ما دون ال 18 سنه، فبتلاقي هي اتجوزت والبنت او المراه دي اتجوزت وعندها لسه طفله، يعني عندها 13 14 15 سنه. بعض الثقافات وبعض المجتمعات بيرحبوا بالزواج مجرد ان البنت تصل لحد البلوغ على طول تتجوز، فهي طفله اصلا، فهي تينيجر، يعني هي اصلا في فتره العشرات من العمر وتحمل، فبالتالي هنا في هتبقى مشاكل مركبه او هتتعرض لكومبليكيشنز، منها ان الفسيولوجيك ديماند نفسها، المتطلبات الفسيولوجيه للمراه دي، للمراه الحامل دي، هي اصلا وهي طفله هي ما انهتش يعني unfinished progressive development، هي نفسها عمليه النمو والتطور ما انتهتش، فبالتالي كمان تحمل ويبقى في اكسترا ديماند عليها، ده شيء كومبرمايز ليها، يعني في خطوره عليها. السايكو سوشيال انفلونس اكيد كمان، لما احنا بنسمع عن زواج الفتيات القاصرات او اللي في سن مراهقه او طفوله، اكيد عندهم خلفيه معينه نقدر نقول على مستوى الاسره، الجانب المادي والظروف الاجتماعيه والنفسيه اللي بيعيشوها اكيد مش طبيعيه، في دخل مادي ضعيف
الدخل المادي ضعيف هيبنى عليه النظام الغذائي وطبيعة الحياة اللي عايشاها الفتاة هيبقى قاسية، فبالتالي الناس دي أو السيدات دول هم محتاجين early intervention early nutritional intervention، محتاجين تدخل بشكل مبكر لإصلاح النظام الغذائي بالنسبة لهم، ده شيء حتمي وضروري. في كمان ضمن الريسك فاكتور في فتره البريجنانسي ان الريسك فاكتور اللي هو نقدر نقول ايه، ان المراه عمرها قد ايه مرتبطه بعامل الايدج يعني في اثناء فتره الحمل، اللي هي الطفله زي ما اتفقنا اللي هو زواج القاصرات او كبيره في السن. للاسف احنا ما بقاش عندنا الوسط يعني، بقى عندنا يعني اللي بيتجوز من سن مبكر هو لسه طفل او طفله، يا اللي بتتجوز في سن متاخر ما فوق ال 30 او ال 35 من العمر. كمان ريسك اخر اللي هم الفريكوانت بريجنانسيز اللي هي الحمل اللي ورا بعض، وللاسف في ناس ما عندهاش تباعد بين كل حمل والتاني بالشكل السليم، او عندهم مشاكل في بور اوبستاتيك هيستوري مشاكل نسائيه او بافرتي الفقر. الفقر هنا دايما بيكون يعني باعث على مشاكل كتير، يا اما زواج مبكر يا اما عنوسه يا اما ما فيش نظام تغذيه سليم، يعني ما فيش رعايه صح، بيظهر فود هابتس عادات غذائيه غريبه او شاذه او خارجه عن الاطار، او استخدام واستهلاك مفرط للنيكوتين اللي هو من خلال التدخين المكثف او تناول كحوليات او تناول ادويه دون الرجوع لطبيب مختص. كمان ضمن الريسك فاكتور الوزن، الوزن الويت less than 85% or more than 120% of standard weight، ان تبقى المرأة وزنها اقل من 85% مما يجب او ازيد من 120 دخلت في السمنة. ريسك فاكتور اثناء البريجنانسي، ان المتابعه والفحوصات اللي بتتعمل بشكل دوري تكشف لنا عن ان في السي بي سي، فحص السي بي سي الهيموجلوبين اقل من 12، او الويت جين زي ما احنا اتفقنا اثناء الحمل مش بالشكل الكافي، مش بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه انها تكتسب من كيلو او 2 كيلو اول 3 شهور ونص كيلو بعد كده اسبوعين المده المتبقيه، بحيث ان معدل الزياده يبقى في رينج من 11 ل 13 كيلو، او زياده مفرطه في الوزن او كسب لزياده مفرطه يعني excessive weight gain، او ان يبقى زياده اسبوعين اكتر من كيلو بعد اول 3 شهور، ده مؤشر لانه المراه داخله على ان هي اوريدي في احتباس في السوائل واشاره لتسمم الحمل. في كونسلنج احنا لازم نعمله او نقدمه سبيشال كونسلنج نيدز طبقا لعامل الايدج والباريتي اللي هو العمر ومعدل الولاده بريجنانسيس ات ايذر ايدج اكستريم اوف ريبرودكتيف سايكل كاري سبيشال بروبلمز، اللي هو نقدر نقول ان الحمل في عمر اكستريم يعني ايه، يا اما ما دون ال 20 اللي هو حمل لدى الاطفال او الفتيات اللي هم في مرحله المراهقه الادوليسنت، او اوفر 35 ييرز او ان عمر المراه يتجاوز ال 35 سنة. الناس دي اللي هو طبقا للعمر الفئات دي محتاجه سبيشال اتنشن. ليه؟ بيكوز زي ات ريسك فور هاي بلاد بريشر، لان في العمر ده بالاخص في العمر المتقدم بتبقى المراه عرضه اني لانه اوريدي احنا من التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل مرتبطه بعامل السن انه الشخص يصاب بالهايبرتنشن، وده شيء كرونيك وممكن يبقى له سبب او ممكن يكون برايمري بدون سبب. فبالتالي انا بتكلم على مرحله اوريدي فيها تغيرات بتحصل وتبقى تغيرات فسيولوجيه بتحصل ناتجه من التقدم في السن، وهتبقى كرونيك مع هذه المراه بعد كده او هذا الشخص بعد كده، ما بال كمان يبقى في الفتره دي في بريجنانسي، يعني هنا هاي الريسك، الريسك نفسه بيزيد. Either pre-existing or pregnancy induced، يعني مشكلة الهاي بلاد بريشر أو الهايبرتنشن يا إما هي أوريدي موجودة في السن ده قبل الحمل، يا إما الحمل هيؤدي لحدوث تلك المشكلة. And need guidance about rate of weight gain and excessive use of sodium. هذه السيدات بقى اللي هم في الأعمار دي بالأخص العمر المتقدم لمشكلة الهايبرتنشن، دول محتاجين إن احنا نزود الوعي عندهم عن معدل الزيادة في الوزن، وكمان استهلاكهم ليه أو استخدامهم ليه ملح الطعام اللي هو الصوديوم،
دول شريحة. شريحة تانية عندي الباريتي ريت، الهاي باريتي ريت اللي هي معدل الولادة العالي. يعني ايه بقى؟ اللي هم who have several pregnancies within a limited number of years. يعني في بعض السيدات بيحملوا حمل ورا بعض، ما فيش اي فواصل، ما فيش تباعد بين كل حمل والتاني. يعني نلاقيها مثلا في 3 4 سنين مخلفه لها 3 عيال ولا حاجة، او 3 اطفال. فطبعا دول محتاجين الكونسلنج يتعمل لهم regarding the means of contraception and the nutritional information and support، اللي هو عن وسائل منع الحمل المناسبة ليهم والتغذية المناسبة ليهم أيضا. السوشيال هابتس، الكحول، سيجارس اند دراجز. برضو بعض السيدات اللي هم عندهم عادات اجتماعية مش مظبوطة او مش سليمة، سواء كانت متمثلة في تناول كحوليات او التدخين بشراهة او تناول ادوية بدون الرجوع لطبيب مختص، برضو الناس دي عندها مشكلات ولازم تتظبط، او عادات اجتماعية ولازم ينتبهوا ليها، بالاخص في فترة البريجنسي واللاكتيشن. These three personal life style habits cause fetal damage، لان فتره الحمل والاخص اول 3 شهور من الحمل والبيبي بيتكون والام بتتعاطى كحوليات او بتشرب مشروبات كحوليه او بتدخن كتير او بتاخد ادويه من وصفات جيرانها واصحابها وصديقاتها، كل ده له تاثير مباشر على البيبي بالاخص فتره التكوين، وكل ده بيزود الايه، بيعلي الريسك انه يحصل congenital anomalies. كل ده كونترا انديكيتد during pregnancy. Extensive habitual alcohol use leads to the well-documented fetal alcohol syndrome. الناس اللي بتتناول او السيدات اللي بتتناول مشروبات كحوليه، ها ده هيأثر على البيبي وهيوجد عنده هذه المشكله in fetal alcohol syndrome which has become a leading cause for mental retardation. والمشكله دي ممكن تؤدي تؤدي بالطفل للاصابه بالتخلف او البطء او التخلف العقلي. And other birth defects ومشاكل أخرى في للطفل. Cigarette smoking during pregnancy cause placental abnormalities. عملية الكافيين اللي موجود، عفوا النيكوتين اللي موجود في السيجارت، وبعض السيدات اللي بتدخن بشكل شرهة أو في شراهة، كل ده بيأثر على البلاد سبلاي اللي واصل من خلال البلاسينتا للبيبي، وبيأثر طبعا البلاد سبلاي يعني النورشمنت، يعني مفيش غذاء كافي هيؤدي لي فيتال دامج. Include premature and low birth weight. النتيجة إيه بقى؟ إن يا إما الطفل يتولد قبل الميعاد أو لما أطفال الخداج، يا إما ينزل وزنه مش طبيعي. Drug use both medicinal and recreational causes many problems. الأدوية اللي ممكن البعض يستخدموها سواء كان من هدف أو بهدف العلاج، سواء كان بهدف ترفيهي أو ترويحي، كل ده بيسبب العديد من المشكلات. نقدر نقول في إطار السيلف ميديكيشن، يعني ما ينفعش المرأة الحامل هي تداوي نفسيها بنفسيها، لا، عندها مشكلة لازم تربط ما بين الأخصائي النساء اللي بتتابع معاه الأوبستريشن مع المختص أو الأخصائي الآخر اللي له علاقة بالمشكلة دي. فبالتالي ما تداويش نفسها بنفسها، معتمده على الاوفر كاونتر دراجز، ان هي تروح الصيدليه وتقول له انا عايزه الدواء الفلاني، الوصفه اللي اخذتها عن جارتها او عن اي حد بتعرفه. كل ده ماله؟ كل ده كارث بوتنشال ادفيرس افكت، كل ده بيسبب مشاكل كتير. اليوز اوف الليجال دراجز، الادويه بقى الليجال اللي ممكن تستخدم دي منتهى الخطوره على الفيتس، وطبعا ما دام هي ادويه بتتاخد بالشكل الليجال فحتما ولا بد هتؤدي الانفكشن. اخطر الانفكشن ان الام يجي لها ايدز ويتنقل منها للبيبي. الكافيين، استخدام المشروبات او تناول المشروبات اللي هي المنبهات في اطار المنبهات، depending on extent of its use، على حسب قدر استخدامها ليها، يعني بتتناول كم كوبايه او كم كاسه في اليوم. الايفكت اوف كافيين during pregnancy is much milder than the effect of agent discussed previously. يعني هو الكافيين في التاثير اقل من اما احنا نتكلم عن النيكوتين او نتكلم عن الليجال دراجز أو نتكلم عن الكحول، ولكن في النهاية المشروبات دي لازم برضو المرأة تسيطر عليها وتقلل منها بقدر الإمكان. السيشن قربت تخلص، خليني أشوف مين معايا. أمجد، أمجد، حمزة، دكتورة أمجد موجود، هيا موجودة دكتورة.
ريما موجودة دكتورة. زينة موجودة دكتورة. أحمد سمير. أحمد مصطفى موجودة دكتورة. أسامة. إسراء. نعم دكتورة موجودة. إسراء. بتول. بتول. نعم دكتورة موجودة. زهراء. نعم دكتورة موجودة. أميمة موجودة يا دكتور. جمال. حلا جمال. نعم دكتور. حلا عيسرة موجودة يا دكتور. نعم دكتورة. معانا كمان رانيا. راما. ردينا. راما موجودة دكتور. ردينا. ردينا موجودة دكتور. ريهام. سالي. نعم دكتورة. كنابل. كنابل موجودة. موجود عبد الرحمن. فيصل. مجد. مجد موجود دكتورة. مكة. موجودة يا دكتور مكة. منى. موجودة يا دكتور. نهال السيد. نورهان السيد. موجودة يا دكتور. وعد. أروى. موجودة دكتور أروى. نورهان محمد أحمد. موجودة دكتور. عمار موجود دكتورة. فيا. حد موجود دكتورة. حد ما اسمه كريم دكتور. نعم كريم. كريم. حد كمان ما اسمه اسمه. طيب دكتور أنا وعد موجودة. أنا قلت يا وعد يا حبيبتي ما تقلقيش. طيب خلينا بننهي دلوقتي وندخل نكمل السيشن اللي طقنا النهارده والسيشن الثانية إن شاء الله تعالى. أحمد عايز تقول حاجة؟ طيب خلاص يا أحمد وصلت. خلاص لقاءنا إن شاء الله بعد 5 دقايق بإذن الله تعالى. أستودعكم الله مؤقتاً.